الاستبداد شنو ضرره وشنو معناه؟ الاستبداد معناه أن إنساناً واحداً يستبد بالحكم، بالأمر، بالنهي، بالعزل، بالنصب، بالفكر، بالنظر، بالتقديم، بالتأخير، بالتقريب، بالتبعيد، معناه هذا. ما ضرره؟ الاستبداد له أربع مضرات. الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس. لماذا؟ لأن الإنسان المستبد يرتفع بنفسه عن مقام الناس إلى مقام الآلهة. ولذا إذا تلاحظون في أحوال هؤلاء الحكام المستبدين يسمون أنفسهم بظل الله. هذا أول مفسدة للاستبداد. فرعون والنمرود وهامان وشداد كانوا من نفس النموذج، رفعوا أنفسهم ورفعوا ورفعوا حتى وصلوا إلى قالوا أنا ربكم الأعلى. المستبد أحيانا يرتفع بنفسه، يعني أنه يقول أنا فوق الناس، ولذا ترون أنه فوق الناس يخضع له خضوعا غير مربوط بالكفاءة. الجهل خضع أمام العالم لكن مربوط بالكفاءة، لكن هذا خضوع غير مربوط بالكفاءة، خضوع من قبيل الخضوع لله. ولذا أول مفاسد الاستبداد مفسدة دين الناس، يصبح إلها صغيرا حتى إذا لم يصرح. المفسدة الثانية مفسدة الأخلاق. المستبد يفسد أخلاق الناس. شلون يفسد أخلاق الناس؟ لأنه إذا صار مستبدا كل إنسان يمارس الاستبداد، حتى المدرس وحتى الموظف الصغير وحتى أنت أمام طفلك، لأن الناس على دين ملوكهم. وثبت علميا أن الناس ينظرون إلى القوي، فإذا شافوا له أخلاق يتخذون منه هذه الأخلاق. الآن لاحظوا في كثير من البلاد الناس مو مستعدين للمشورة أبدا، في زواجه، في طلاقه، في شرائه، في بيعه، في سفره، في إقامته، في أي شيء من شؤونه. لماذا؟ هذا تلقائيا اتخذ الاستبداد من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر عن المبادئ المستبدة. وفي أغلب بلاد الإسلام مستبدون يحكمون البلاد، هذا لا شك فيه. الضرر الثالث لحكومة المستبد ضرر إفساد الاجتماع. كيف؟ لأن المستبد يقرب من يخضع له، والكفاءات دائما لا يخضعون، الكفاءات تنسحب. غير الكفاءات هؤلاء يتقدمون، ويسميهم الإسلام إمعة في الروايات تخفيفاً عن أنا مع. هذا هو، عندي عقل؟ لا. عندي تفكير؟ لا. أعرف هذا الطريق صحيح وهذا الطريق فاسد؟ لا. أنا مع، حشر مع الناس عيب. فن وعلم وفهم وذكاء وما أشبه، طبيبان، طبيب مستقل في تفكيره لا يأتي به المستبد، والطبيب إمعة يأتي به المستبد، فهل يتمكن من علاج الناس هذا الطبيب غير الكفر؟ وقل هذا في المهندس وفي الاقتصادي وفي السياسي وفي العلمي وفي الفني وفي كل شيء. هذا الضرر الثالث. الضرر الرابع للاستبداد إفساد اقتصاد الناس، لأن المستبد يرى كل المال له، ما شاء أعطى وما شاء منع. هذا طبيعة الاستبداد، مهما كان المستبد ولو كان أعدل العدول، بشر مو نبي مو إمام، مهما كان، لأنه إذا تكومت الثروة إلى جانب الجوانب الأخرى تكون محرومة. هذه المفاسد الأربعة: الألوهية إفساد دين الناس، إفساد أخلاق الناس، إفساد اجتماع الناس، إفساد اقتصاد الناس.